إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في هذا البث المباشر من هنا من ملعب الصخور السوداء بمدينة الدار البيضاء. اللقاء الذي سيبدأ بعد لحظات، لأن بعد دخول الفريقين إلى أرضية الميدان، الفريق المضيف فريق أشبال الصخور السوداء الذي يستقبل فريق أمل الوداد البيضاوي. إذن مقابلة صعبة في انتظار الفريقين معا، سواء فريق أمل الوداد البيضاوي أو الفريق المستضيف فريق أشبال الصخور السوداء. إذن قبل صافرة البداية لا بأس أن أذكر بتنقيط الفريقين معا. ففريق أشبال الصخور السوداء صاحب الأرض لديه نقطتين من ثلاث مقابلات، تعادلين وهزيمة، فيما فريق الوداد البيضاوي لديه نقطة واحدة من هزيمتين وتعادل واحد. إذن لهذا كما قلت هذا المقابلة ستكون مقابلة لا تقبل قسم الاثنين. أكيد كل فريق يمني النفس بالفوز بالثلاث نقاط. إذن ماذا ستحمل هذا المقابلة؟ هل ستكون الغلبة للفريق المضيف فريق أشبال الصخور السوداء، أم الكلمة ستكون لأمل فريق الوداد البيضاوي؟ إذن كما قلت بداية المقابلة، إذن بداية إذن فريق الوداد البيضاوي بالزي الأبيض وفريق أشبال الصخور السوداء بالزي الأصفر. إذن تماس لفريق أمل الوداد البيضاوي، كرة في الدفاع. إذن مقابلة أكيد تطبع الحيطة والحذر من الجانبين، فكل فريق لا يتمنى الهزيمة، خصوصا فريق الوداد أمل الوداد البيضاوي، الفريق الذي انهزم في مناسبتين وتعادل في مناسبة واحدة. إذن هذه هي الجولة الرابعة معذرة مشاهدينا الأوفياء على هذا الانقطاع الخارج عن الإرادة. إذا كنت أقول بأن فريق الوداد أمل فريق الوداد البيضاوي بالأحرى، الفريق الذي انهزم في مناسبتين وتعادل في مناسبة واحدة، أكيد هذا المقابلة لن تكون سهلة أمام الفريق المضيف اللي هو فريق أشبال الصخور السوداء. هذا الفريق الذي دائما يحتل المراتب الأولى، يبدو أنه حصان أسود داخل القسم الوطني الثاني. هو في تصريح للمدرب، مدرب يدن محاولة قبل ذلك محاولة لكن تتكسر أمام دفاع أمل فريق الوداد البيضاوي، يدن محاولة أخرى على الجهة اليمنى. ماذا تستحمل هذه المحاولة؟
ضغط في هذا الأثناء لفريق أشبال الصخور السوداء. إذن الكرة في الجهة اليسرى إذن وتمس. إذن كنت أقول بأن فريق أمل فريق الوداد البيضاوي يعول كثيرا على هذه المقابلة، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام أشبال الصخور السوداء الذي تعود على عدم الهزيمة داخل الميدان ديالو. إذن ماذا تستحمل اللحظات المقبلة وهذه المقابلة بصفة عامة؟ هل سيبتسم الحظ للفريق المضيف أشبال الصخور السوداء، أم الكلمة ستكون لأمل فريق الوداد البيضاوي؟ إذن محاولة في الوسط، وإذا تدخل خشن نوعا ما، لكن الحكم يأمر بمواصلة اللعب. الحكم يقول واصلوا اللعب، وبالفعل تتواصل المقابلة. محاولة، لكن لازالت محاولة خطيرة، لكن تدخل حارس مرمى فريق أشبال الصخور السوداء. إذن الحكم يعود إلى حيث سقط لاعب فريق أمل الوداد البيضاوي، تلاحظون على الصورة. إن أكيد هناك جماهير كثيرة تتابع الفئات العمرية الصغيرة، أكيد الفئات السنية تريد معرفة الجديد، هل هناك لاعبين في المستوى؟ أكيد هناك مدارس تعتمد على الأبناء ديالها، فيما مدارس أخرى فأكيد تعتمد فقط على جلب لاعبين من فرق أخرى كيكونوا متألقين في الفرق ديالهم، فكيتم الجلب ديالهم لهذ الفرق هذه. وهذا الشيء هذا اكيد ما كيرضيش بعض الجماهير اللي كتحاول دائما ترجع للامجاد ديال الماضي، العوده الى امجاد الماضي، الاعتماد على المدرسه، لانه اكيد الملاحظ مؤخرا العديد من الانديه الوطنيه فالفئات السنيه ديالها يعني ما مثلتش المنتخبات الوطنيه. اكيد هذا الشيء كلشي متبع هذه المسائل هذه. اذا عوده الى اللقاء، لقاء يبدو انه لقاء تغلب عليه الحيطه والحذر في اغلب اللحظات. كل فريق لا يتمنى الخساره خلال هذه المقابله، خلال هذه الدوره الرابعه او الجوله الرابعه من الدوري الوطني الثاني هو، واللي بالمناسبه يعرف تزعم فريقين خلال هذه الجولات الثلاث الاولى. يتعلق الامر بكل من الفقيه بن صالح، انتصارين وتعادل 7 نقاط، كذلك وفاء وداد، فريق وفاء وداد والاخر بنفس الرصيد من النقاط 7 نقاط بفوزين وتعادل. اذا فريق الوداد البيضاوي او فريق اشبال الصخور السوداء في مراتب لا يحسدون عليها. خلال هناك من سيتحدث على ان البطولة في بدايتها الجولة الثلاث الأولى، لكن أكيد مشوار الميل يبدأ بخطوة، مشوار الميل يبدأ بخطوة. الفريق الذي يريد الفوز والصعود إلى البوديوم أو إلى الأقسام العليا فأكيد يمر خلال الجولات الأولى. هذا لا يعني بأن المهمة انتهت عند الفريقين معا، سواء فريق الوداد أمل فريق الوداد البيضاوي أو فريق أشبال الصخور السوداء. كل شيء ممكن كما قلت بداية الجولات الثلاث الأولى، نحن خلال الجولة الرابعة. إذا المحاولة لفريق الوداد البيضاوي رقم 7، لكن تدخل الدفاع ويرتكب خطأ مهاجم فريق الأمل فريق الوداد البيضاوي، يرتكب خطأ في حق أحد لاعبي فريق أشبال الصخور السوداء ليأمر الحكم بضربة خطأ لصالح أشبال الصخور السوداء. إذن مقابلة لحدود هذه اللحظة لا ترقى إلى مستوى الفريقين
يعني الحيطة والحذر. أي فريق لا يريد المغامرة. إذن لاحظوا الكرة بين أخذ ورد خلال هذه المقابلة وتلعب بشكل كبير وسط الميدان. يبدو أن كل فريق سيلعب على هفوات الفريق الآخر. إذا المحاولة لفريق الوداد البيضاوي لعب رقم 10 لكن خطأ يقول الحكم، خطأ ضد أحد لاعبي فريق أشبال الصخور السوداء. إذن ضربة خطأ قريبة من منطقة العمليات على الجهة اليسرى لفريق أشبال الصخور السوداء، الجهة اليمنى لفريق أمل الوداد البيضاوي. إذن جماهير قليلة تحضر هذا المقابلة. جماهير قليلة تحضر هذه المقابلة أكيد. الأضواء دائما تسلط على الدوري الاحترافي وكذلك القسم الوطني الثاني، لكن هناك إذن ضربة خطأ تنفذ وبشكل جيد، تدخل الحارس بشكل جيد كذلك، تدخل حارس فريق أشبال صخور سوداء. إذن بسرعة تنفذ الكرة إذن لتصبح هجمة مضادة خطيرة 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 في مربع العمليات، مربع العمليات، لكن تدخل دفاع فريق أمل الوداد البيضاوي. إذن تمس، كانت محاولة لأشبال الصخور السوداء لكن تدخل دفاع فريق أمل الوداد البيضاوي يبعد الكرة إلى التمس. إذن تمس لفريق أمل الوداد البيضاوي ينفذ بسرعة مرة أخرى. تمس كما قلت للأمانة مقابلة لا تلقى لمستوى الفريقين أو تطلعات جماهير الفريقين، مقابلة لحدود هذه اللحظة. أكيد سننتظر لحظات. إذن محاولة ومرة أخرى تدخل. إذن في هذه اللحظات محاولتين لفريق أشبال الصخور السوداء ضد مرمى فريق أمل الوداد البيضاوي. إذن كما قلت سننتظر أكيد الجولة الأولى للاعبين والجولة الثانية للمدربين. أكيد كل مدرب سيقف على عثرات الفريق الخصم، نقاط القوة ونقاط الضعف، لكن خلال هذه الجولة الأولى أو على الأقل نقول هذه الدقائق الأولى لا شيء يذكر. الكرة دائما في وسط الميدان مع محاولات خجولة وتتكسر دائما. إذا محاولة مرة أخرى لأشبال الصخور السوداء. لاحظوا إذا الحكم يقول تمس لفريق الوداد البيضاوي، كانت محاولة لأشبال الصخور السوداء في الجهة اليمنى، الجهة اليسرى لفريق أمل فريق الوداد البيضاوي. لكن كما قلت لأن تماس في هذا الأثناء الحكم يأمر بإعادة تنفيذ التماس لفريق أمل الوداد البيضاوي ينفذ بسرعة. لكن لاحظوا التكتل على الكرة، يعني تكتل كبير على الكرة. هذا دليل على أنه كل فريق يلعب بحيطة وحذر، كل فريق لا يتمنى الهزيمة. أكيد أي هزيمة أخرى لأي فريق خصوصا فريق الوداد البيضاوي. فريق الوداد البيضاوي لديه كما قلت وأذكر لديه نقطة واحدة من أصل ثلاث مقابلات، هزيمتين وتعادل واحد، فيما
أشبال الصخور السوداء ليس أكثر حدا من فريق أمل الوداد البيضاوي، لكن على الأقل ليتوفر على نقطتين من تعادلين وهزيمة. إذن فريقين معا ليس في أفضل حالتهما. إذن الحكم يقول خطأ لأشبال الصخور السوداء، إذن ضربة خطأ على الجهة اليمنى، الجهة اليسرى لفريق أمل الوداد البيضاوي. إذن الحكم يأمر بعودة حائط الصد، إذن ستنفذ أكيد داخل مربع العمليات، إذن ستنفذ داخل مربع العمليات. إذن خطيرة 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 خطيرة، ولكن محادية محادية لمرمى أشبال الصخور السوداء. إذن لتبقى النتيجة على حالها صفر لمثله خلال هذا المقابلة، لأن المقابلة التي لي بكل أمانة مقابلة حوالي 23 دقيقة لحدود هذا اللحظة خلال بداية هذا الشوط الأول من هذا الجولة الرابعة للدوري أو القسم الوطني الثاني هواة. لأن الصفر لمثله مع تسجيل أداء أقل من المتوسط، إن لم نقول أداء ضعيف حدود هذه اللحظة. لأن تنفيذ ضربة خطأ مباشرة إلى مربع العمليات، لكن الدفاع يتدخل. دائما كما قلت الكرة وسط الميدان في أغلب أحيان، في أغلب الأحيان الكرة وسط الميدان، كل فريق يملأ وسط الميدان بشكل كبير جدا. فريقين معا يعتمدان على الهجمات المرتدة مما يصعب هذا اللقاء. تماس لأشبال الصخور السوداء ينفذ بسرعة. إذن كرة لفريق أمل الوداد البيضاوي بسرعة تنفذ هجمة، لكن لا شيء يذكر. الكرة تخرج إلى خارج خط المرمى 5 متر و50 لأشبال الصخور السوداء. إذن لحدود هذه اللحظة لا شيء يذكر خلال هذا الشوط الأول من مباراة أشبال الصخور السوداء ضد أمل فريق الوداد البيضاوي. إذن الحارسين معا في راحة تامة، لاحظوا معي الحارسين في راحة تامة خلال هذه الدقائق الأولى. الحارسين معا لم يختبرا لحدود هذه اللحظة. لأن الحكم يأمر بإعادة ضربة خطأ لفريق أمل الوداد البيضاوي، ونعتذر عن هذا التصوير. أكيد كنا كنتمناو أنه يكون تصوير بشكل أكثر دقة، لكن نتمنى انكم تعذرونا. فالمهم كنحاولوا اننا نوصلوا لكم الاصداء والاخبار ديال فرق الامل وفرق الهواة، فنتمنى ان ننجح في ذلك بمشيئة الله. كنعتذروا بشكل كبير بزاف. لانه الصوت مع الصورة فشيء جميل جدا، الحديث والصورة قريبة من المشاهد الكريم المشاهد الوفي ديال قناة الشعب قناة شوف تي في، فأكيد سيعطي فرجة أخرى. لكن نتمنى إذا قذفة، لكن بدون جدوى، قذفة عشوائية تمر بعيدة أو ترتطم. حكم الشرط يقول ركنية، إذا ترتطم بأحد لاعبي أشبال صخور سوداء وتخرج إلى الركنية. إذن ركنية لفريق أمل الوداد البيضاوي.
إن جماهير قليلة حاضرة إلى الملعب ملعب صقور سوداء. إذن ضربة خطأ يشير الحكم كثرة الأخطاء خلال هذه المقابلة وأكبر دليل على الحيطة والحضارة التي تطبع هذا المقابلة. إذن هل ستكون الجولة الثانية مغايرة؟ هل ستكون الكلمة للمدربين؟ أكيد الكل يعلم بأن الجولة الأولى تكون للاعبين والجولة الثانية للمدربين، فمن سيستطيع هزيمة من؟ هل مدرب أشبال الصقور السوداء ستكون له الجرأة على الذهاب إلى الهجوم وتسجيل الهدف، أم أن مدرب فريق أمل الوداد البيضاوي ستكون له الكلمة ورأي آخر لاقتناص الثلاث نقاط؟ لكن كما قلت المهمة لن تكون سهلة للفريقين معا. إذا ضربة خطأ، محاولة كانت خطيرة وتدخل لدفاع أشبال الصخور السوداء أو ضربة مرمى. إذا اللي كان خرج الكرة أحد لاعبي مهاجمي فريق الوداد البيضاوي، أمل فريق الوداد البيضاوي. إذن لتعود النقطة كما بدأت، صفر لمثله لحدود هذا اللحظة. إذن محاولة لكن خطأ، أظن أنه بطاقة بالفعل الحكم يوجه إنذار الحكم يوجه إنذار للاعب رقم 17 من صفوف فريق أمل الوداد البيضاوي. إذن بالفعل من خلال التدخل كانت بطاقة مستحقة للأمانة، تدخل كان من الخلف على مهاجم فريق أشبال الصقور السوداء. إذن ستنفذ هذه ضربة خطأ إذن مباشرة، لكن تدخل. إذن لاحظوا معي الكرة تعود للدفاع حارس مرمى، إذن بسرعة يعيد الكرة إلى منتصف الملعب. إذن محاولة كانت خطيرة لأمل فريق الوداد البيضاوي بعد ارتداد الكرة، لكن مهاجم فريق أمل الوداد البيضاوي لم يتمكن من الكرة لتخرج إلى خارج خط المرمى 5 متر و50. إذن ستنفذ من طرف الحارس، ينفذ بسرعة وسط الميدان. لاحظوا تكتل في وسط الميدان، كل اللاعبين في وسط الميدان، 22 لاعب. إذن محاولة مرة أخرى على الجهة لكن تخرج مرة أخرى. دائما كل محاولة تكسر يا إما عبر الأجنحة وإما عبر خط الدفاع. إذن أغلب الكرات وأغلب لحظات تلعب في وسط الميدان، إذن ليست هناك طريقة للعب لحدود هذه اللحظة، اللعب مقفول تماما. لاحظوا كل اللاعبين في وسط الميدان. للأمانة لحدود هذه اللحظة أي فريق لم يفرض أسلوب ديالو على الفريق الآخر. للأمانة حدود اللحظة. إذن محاولة مرة أخرى لكن اللاعب يسقط لوحده، يعني يختل التوازن ديالو ويسقط لتضيع هذه المحاولة على أمل فريق الوداد البيضاوي. إذن ليس هناك أي لاعب متميز للأمانة لحدود اللحظة، لا أتحمل على أحد، لكن لحدود هذه اللحظة للأمانة ليس هناك أي لاعب متميز خلال هذا الشوط أو على الأقل الدقائق الأولى. الكرة دائما بين أخذ ورد، حتى أن الكرة لا تستقر في أرجل لاعبي كلا الفريقين لأربع أو خمس لمسات لا يمكن. لاحظوا معي لأن خطأ، كثرة الأخطاء خلال هذه الدقائق الأولى. إذا تنفذ بسرعة داخل، أكيد كل فريق سيقتنص أخطاء الخصم. إذا محاولة لكن تدخل الدفاع
تدخل الدفاع، دفاع أمل فريق الوداد البيضاوي. محاولة محاولة لكن وتدخل الحارس، حارس فريق أمل الوداد البيضاوي ليبعد الكرة إلى التماس، لأن كما قلت محاولات خجولة محتشمة لا ترقى إلى تطلع الجماهير القليلة الحاضرة لهذا اللقاء، لأن تنفيذ التماس دائما عميد الفريق رقم 6 يبعد الكرة. المحاولة محاولة وتدخل الحارس، كرة سهلة في يد الحارس، أكيد لا شيء مستحيل في كرة القدم، لكن أكيد أن الجولة الأولى ستنتهي بالتعادل السلبي نظرا لظروف المقابلة. كل فريق لا يريد المغامرة خوفا من تلقي الهدف، لأن لاحظوا معي الكرة دائما في وسط الميدان، كل فريق كل مدرب يحاول السيطرة على وسط الميدان بدون فعالية للأجنحة أو الأظهرة. أكيد عندما تكون الفعالية في الأجنحة والأظهرة أكيد تصنع الفارق، إذن هذا ما يفتقده الفريقان معا للأمانة باش ما نظلمو حتى شي فريق. فريقين معا يبدو تائهين في الملعب، الكرة دائما في وسط الميدان مع محاولات محتشمة كهذه المحاولة. لاحظوا الدفاع يبعد الكرة، إذن تشتيت الكرة فقط، تشتيت الكرة، ليس هناك تركيز، ليس هناك بناء عمليات من الخلف، يعني من الدفاع إلى وسط الميدان إلى الهجوم، ليست هناك أي خطط يعني تبدو خلال هذا الشوط على الأقل هذه الدقائق الأولى. إذن كما قلت ننقل هذه المقابلة لأنه أكيد هناك جماهير تريد دائما معرفة الجديد، جديد الفرق ديالها على الفئات السنية. هناك من يركز على هذه المسألة، يركز على المدرسة، مدرسة الفريق. إذا ما أقول الفريق لا أتحدث هنا عن فريق الوداد البيضاوي فقط، بل كل المدارس الكروية. كما قلت الجماهير دائما تمني النفس بالخلف داخل المدارس الكروية، وهذا ما يفتقده الفريقين معا. لست متحاملا على الفريقين لكن أنقل الخبر بكل مصداقية، لأن هذا مستوى اللعب الذي نشاهده، لأن محاولة خطيرة بالقرب من المربع العمليات لفريق الوداد البيضاوي ستنفذ. إذن في انتظار الحكم يأمر بتنفيذ، إذن هل تكون مباشرة إلى المرمى؟ أظن إذن بالفعل وتدخل الحارس كانت خطيرة، كنت كنتمنى أنه إذن أخطر محاولة لحدود هذه اللحظة، انتظرنا ل 30 دقيقة وأزيد من 30 دقيقة يعني نشاهد هذه المحاولة الخطيرة، ضربة خطأ
مباشرة اللي أظن قام بتنفيذ ديالها عميد أمل فريق الوداد البيضاوي، كانت تسديدة مباشرة. يعني الحدس ديالي ذكرني بأنه خبرني بأنه غتكون محاولة مباشرة للمرمى، وبالفعل كانت قذفة مباشرة للمرمى وتدخل بيد واحدة للصعوبة ديال الكرة، فتدخل الحارس بيد واحدة لإبعاد الكرة وبالتالي إبعاد الخطر عن مرمى فريق أشبال الصخور السوداء. إذن اللي تبقى المقابلة على حالها في انتظار الجديد خلال الدقائق القليلة المقبلة، لأن محاولة أو الأكيد إن سجل الهدف فسيسجل عن طريق خطأ لأحد المدافعين. تذكروا معي هذا الكلام جيدا، إذا المحاولة لأشبال صخور السوداء على الجهة اليسرى والحكم يأمر بمواصلة اللعب ويقول ضربة مرمى. إذا سقوط أحد لاعبي أشبال الصخور السوداء، يعني البحث عن ضربة خطأ، لكن يبدو أن حكم الوسط وكذلك حكم الشرط لهم رأي آخر، يأمرون بمواصلة اللاعب لأن لتعود كرة لدفاع. لاحظوا هذا ومن تحدث بناء العمليات من الخلف صعب صعب صعب. لاحظوا معي سيرفع الكرة، لاحظوا معايا بناء العمليات من الخلف صعيب صعيب. إذن المحاولة محاولة خطيرة، لأن كما قلت إن سجل الهدف سيسجل عن طريق خطأ، سيكون خطأ فادح ومكلف لدفاع أحد الفريقين. إذن الكرة في وسط الميدان، لاعب رقم 9. إذن هل لكن ترتطم بالدفاع. إذن تدخل الحارس، إذن كانت قذفة وتمريرة في نفس الوقت، وحارس أشبال صخور السوداء يخرج الكرة إلى الركنية، ركنية نفذها فريق لاعبي فريق الوداد بسرعة، لكن الحكم يأمر بإعادة وتنفذ هذه المرة لكن خارج خط المرمى. إذن رتابة في اللاعب، أداء متواضع للفريقين معا، أداء متواضع مع تسجيل دفاع بدني في وسط الميدان. كل فريق يحارب من أجل كسب رهان وسط الميدان. إذن تنفذ من طرف حارس مرمى فريق أشبال الصخور السوداء، دائما الكرة في وسط الميدان. إذن كانت محاولة لكن الدفاع يعيد الكرة إلى حارس المرمى. لاحظوا معي ليس هناك ضغط على حامل الكرة في الدفاع، وهذا دليل. إذن يبدو أن أحد مهاجمين فريق أشبال صخور السوداء اسمعني فحاول يضغط على الدفاع، لكن كما قلت ليس هناك ضغط على الدفاع، فالدفاع يا إما يشتت الكرة وإما يلعب الكرة بكل أريحية. إذن كما قلت ليس هناك أي فريق، إذن خطأ بعد تدخل في حق أحد لاعبي أمل فريق الوداد البيضاء، أظن أنه العميد رقم 6. بالفعل العميد رقم 6 في صفوف أمل فريق الوداد البيضاوي. إذن تنفذ بسرعة للاعب رقم 6، ماذا سيفعل؟ يحاول المراوغة لكن تضيع الكرة وتصبح هجمة مرتدة، إذن جماهير تطلب بخطأ لمهاجم فريق أشبال الصخور السوداء، لكن الحكم يأمر بمواصلة اللاعب.
لأن اللاعب لازال سقط الأرض وبكل روح رياضية. لاعب فريق الوداد البيضاوي أكيد عميد، لا ليس عميد فريق الوداد البيضاوي، أحد لاعبي فريق الوداد البيضاوي بكل روح رياضية يخرج الكرة إلى التماس لحين إعطاء الإسعافات الضرورية للاعب اللي سقط الأرض، لاعب فريق. إذن دخول الطبيب في هذا الأثناء، طبيب فريق أشبال الصخور السوداء يدخل إلى الميدان لإعطاء الإسعافات الأولية. إذن المقابلة متوقفة حدود هذا اللحظة. إذن تعطى الإسعافات الضرورية لأحد لاعبي أشبال الصخور السوداء الذي لازال ساقطا على الأرض. إذن يبدو أنه لاعب رقم 10، لاعب رقم 10. ونعتذر كذلك عن غياب الأسماء لأنه التعليق أكيد تكون عندك معلومات كافية على كلا الفريقين، على اللاعبين، على كل شيء باش توصل المعلومة للمشاهدين الأوفياء. لكن هناك كما قلت إكراهات عديدة خلال هذا النقل لهذا الأقسام، أقسام الهواة، رغم أن الفريقين معا ليس بالفرق السهلة. تحدث عن أشبال الصخور السوداء فريق عتيد، فريق معروف بمدينة الدار البيضاء، وكذلك أقسام الهواة. نتحدث عن أمل فريق الوداد البيضاوي، حديت ولا حرج، لكن رغم ذلك إكراهات عديدة داخل أقسام الهواة أو ما يسمى بقسم المظالم. فأكيد هناك رغبة ونية لتغيير كل هذه المعطيات. أكيد نحن مقبلون على تنظيم تظاهرات عالمية كبرى، أكيد كل شيء إذن قبل ذلك كانت محاولة، لكن دائما لاحظوا معي الكرة في وسط الميدان. إذن كما قلت فالمغرب مقبل على أوراش كبرى رياضية كبرى، تظاهرات عالمية، فأكيد كل شيء سيؤخذ بعين الاعتبار. وأكيد أن هذه الكلمة أو قسم المظالم لن تكون رائجة في السنوات القليلة المقبلة بحول الله. وهذا أيضا محاولة، لكن تدخل دفاع أشبال الصخور السوداء، تشتيت الكرة، لن تدخل، لكن الحكم إذن خطأ خطير جدا، تدخل خطير جدا، لكن الحكم يأمر بمواصلة اللاعب، إذن ضربة خطأ للاعبي فريق أشبال الصخور السوداء. إذن أقل من 5 دقائق على نهاية إذن محاولة في الجهة اليمنى. إذن الحكم يقول ضربة خطأ لأشبال الصخور السوداء، في حين أن لاعبي أمل فريق الوداد البيضاوي غير راضين على هذا القرار، لأنه أكيد محاولة ستكون خطيرة خلال هذه الدقائق الأخيرة من الشوط الأول. نلاحظ الحكم يأمر بابتعاد حائط الصد. إذن ضربة خطأ ستكون أكيد داخل مربع العمليات، لكن إذن نزلت كرة بين أرجل لاعبي أشبال صخور السوداء. إذن محاولة تكسر،
أمام مربع العمليات وتشتيت الكرة. إذن كانت محاولة هجمة مرتدة، لكن حملات مرتدة بدون فعالية بكل صراحة. إذا كان هذا هو مستوى الشوط الثاني فأكيد سننتظر 50 دقيقة أخرى عجاف بدون أي نتيجة، اللهم إلا إذا كان لدى مدرب الفريقين رأي آخر. أكيد سننتظر الشوط الثاني، شوط المدربين، لأن تشتيت الكرة كما قلت. لاحظوا أغلب لحظات هذه الجولة أو الشوط الأول كرة دائما وسط الميدان، دائما وسط الميدان، مع سجيل اندفاع بدني للفريقين، معا كثرة الأخطاء، كثرة تشتيت الكرة، بناء العمليات لا يتم بطريقة جميلة أو جيدة أو عادية على الأقل. نعلم بأن بناء العمليات يعني كتكون هناك طريقة لعب، ليست هناك أي طريقة لعب بالنسبة للفريقين، تكتل وسط الميدان فقط. إذا المدربين معا اعتمدوا على ملء وسط الميدان واعتماد الحملات المضادة. أكيد هادشي غادي تسمعوا معايا في التصريحات ديال المدربين. إذا تشتيت كرة مرة أخرى للتماس. إذا جولة أولى أو شوط أول للنسيان، للأمانة شوط أول للنسيان، أقل من دقيقتين، أظن أقل من دقيقتين في انتظار الوقت بدل الضائع، رغم أن الوقت بدل الضائع أكيد إن كان هناك وقت ضائع فأكيد يكون في حدود دقيقة أو دقيقتين على الأكثر. لم تكن هناك توقفات كثيرة خلال هذا الشوط الأول. إذن وسط الميدان دائما وتدخل، لاحظوا تدخل دائما، الاعتماد على التمريرات الطويلة، الاعتماد على التمريرات الطويلة سواء عبر وسط الميدان أم من الدفاع بدون نتيجة، فالكرة كتكون سهلة عند الفريق الخصم. إذن نفس العملية، نفس السيناريو يتكرر خلال هذا الشوط الأول. إذن نتمنى أن يكون الشوط الثاني مغايرا لهذا الشوط الأول، لا شيء يذكر. إذن الحارس ينفذ، لاحظوا معي وسط الميدان كنت كنتمنى أنه كون كانت عندي شي كاميرا اللي كما كنقولوا بروفيسيونيل باش نحطكم في الصورة أكثر ونعطيكم الحديث والصورة، يعني ملي نتكلم غتشوفوا الصورة نفس الهضرة اللي كنتكلم عليها، سبحان الله راه هي هذيك. إذا تماس لأشبال الصخور السوداء ينفذ، ومرة أخرى التماس، لاحظوا معي كلمة التماس والشرط والركنية ودائما تردد، والخطأ تردد بشكل كثير جدا، وهذا دليل على أنه رتابة في هذا الشوط الأول. ليس هناك أي لاعب متميز بكل صراحة، ليس هناك أي لاعب متميز، التميز فقط كان في تشتيت الكرة إما للشرط وإما إلى الركنية. إذن تماس مرة أخرى لأمل الصخور السوداء، وخطأ إذن مدافع أمل فريق الوداد البيضاوي، أظن أنه ربما سيكون آخر خطأ، أظن أنه ربما سيكون آخر خطأ خلال هذا الشوط الأول من الدورة الرابعة للقسم الوطني الثاني، هوات بين
الفريق المضيف أشبال الصخور السوداء وفريق الضيف أمل فريق الوداد البيضاوي. إذن خطأ سيأمر يأمر الحكم بتنفيذ الخطأ. إذن تنفيذ الخطأ لكن كما قلت تشتيت سيحاول القذف ولا قذفة من خارج مربع العمليات ولا قذفة حتى القذف من خارج مربع العمليات الفريقين مع بجوج ما فلحوش في هذه المسألة هذه. وكما قلت هذا عائد التخوف الكبير والحيطة والحذر لطبعات هذا الشوط الأول من هذه المقابلة. إذن تماس مرة أخرى لأشبال الصخور السوداء. إذن كما قلت سننتظر خطأ لدفاع أحد الفريقين لرؤية الهدف أو ضربة جزاء يعلن عنها الحكم. انتظروا هذا الكلام جيدا. إذن من خلال على الأقل هذا باش ما نكونش ظالم من خلال ما رأيت خلال هذا الشوط الأول فالنتيجة ستحسم إما بضربة جزاء يعلن عنها الحكم وإما بخطأ فادح سيرتكبه أحد دفاع الفريقين ويعطي الفرصة للفريق الآخر لتسجيل الهدف. إذن محاولة إذن محاولة هجومية أظن أول محاولة مركزة يتم تنفيذها لكن تدخل الدفاع إن حملة مضادة لفريق أمل الوداد البيضاوي. إذن محاولة ولكن أظن أنها سيتم تشتيت. إذن محاولة خطيرة وتمر محادية. إذن ثاني قذفة خلال هذا المقابلة خلال هذا الشوط الأول من هذا المقابلة. انتظرنا مرور أزيد من 45 دقيقة. إذن لم يبقى على الحكم إلا أن يعلن عن نهاية الشوط الأول. أكيد الحكم سيعلن على نهاية الشوط الأول لأن الوقت يعني نلعب الوقت بدل ضائع. أكيد الحكم سيعلن إذن في هذا الأثناء. إذن بالفعل إذن الحدث ديالي كان مصيب. الحكم أعلن على نهاية هذا الشوط الأول. إذن انتهاء الشوط الأول من هذا اللقاء الذي يجمع أشبال الصخور السوداء ضد أمل فريق الوداد البيضاوي بالتعادل السلبي 0-0. إذن سنعود لكم في خلال الجولة الثانية. لا تمشوا بعيدا مشاهدينا الأوفياء. نتمنى أن نكون عند حسن الحظ. إذن كان معكم محدثكم ومراسل شوف تيفي مصطفى القرناوي من هنا من ملعب الصخور السوداء يحييكم على أمل لقاء بكم في الجولة الثانية. إلى اللقاء.